السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة الليلة من برنامجكم اليومي والمتنوع برنامج ترحيب. يا مرحبا وسلامكم مشاهدينا ومستمعينا عبر موجة 97 FM، وفي حلقة الليلة الغنية بفقراتها بنركز على ضيوفنا الكرام على أنظمة مركز الخليج الغربي للأرصاد الجوية واللي تم تركيبها لحماية الملاحة البحرية ورصد التغيرات المناخية. نعم، أيضا بنسلط الضوء على الشرطة المجتمعية ودورها الهام والمحوري في مجتمعنا، كذلك بنسلط الضوء على تناول برامج كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر مع بداية العام الدراسي الجديد. كذلك يا حمد ومشاهدين الكرام بكل نواكها مع تدشين الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة المنظمة لسباق الهجن. الله يوفق إن شاء الله الجميع، وأكيد أن الحين هل الهجن بيتابعون، هل التعليم بيتابعون، هل الأرصاد الجوية طلعات البحر بيتابعون، هل الشرطة المجتمعية كلهم بيتابعون. يعني حلقتنا الليلة وغير هذا كله في عندنا تقارير في مواضيع أخرى، ما عليكم لأنكم تتابعونا إن شاء الله في برنامج ترحيب. نبدأ؟ نعم. بسم الله. بداية خلونا نكون مع حدث يتمثل في تنفيذ الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، نظام مركز الخليج الغربي للإنذار مبكرا لبلدنا الحبيبة، واللي يهدف إلى الحد من تأثير المخاطر والتغييرات الجوية المتوقعة والإنذار بها في وقت مبكر، مما يقلل من الخسائر الناتجة من هذه التغيرات. نعم صحيح حمد ومشاهدي الكرام، هذا النظام يشمل تركيب 5 عوامات بحرية تغطي المياه الإقليمية القطرية. خلنا نشوف تقرير عن هذه الخطوة ونرجع نتعمق أكثر في هذا الموضوع. قامت إدارة الأرصاد الجوية بإنشاء مركز الخليج البحري والهادف إلى تغطية خدمات الأرصاد البحرية في قطر والمنطقة، وذلك بالتعاون مع منظمة الأرصاد العالمية. وقد تم تركيب 3 عوامات بحرية من أصل 5 على مدى 5 أيام، وسيتم من خلال هذه العوامات رصد عناصر عدة هامة كدرجة حرارة الهواء والبحر واتجاه الرياح وسرعتها، سرعة التيارات المائية، نسبة ملوحة البحر والرطوبة النسبية وغيرها من الظروف المناخية الهامة، ما يتيح الاستفادة من هذه البيانات واتخاذ القرار المناسب والإجراءات الوقائية المطلوبة إن اقتضى الأمر. بالنسبة لمشروع المركز الخليج البحري تمت فكرته وإنشائه بالدعم من دول المجاورة مثل مجلس التعاون ومن دول المجاورة، وبالمساعدة المنظمة العالمية لإدارة الأرصاد الجوية حصلنا دعم عالمي ودعم محلي، واختاروا دولة قطر هي المركز الرئيسي بالنسبة لخدمات البحرية مثل التنبؤات البحرية والتحذيرات البحرية. يبتدي دوري من أول ما أدخل المركب وأشرف على البويات وتنزيلها نفس الإحداثيات المتفق عليها، سواء كانت البوية الأولى أو الثانية أو الثالثة، من تركيبها من تنزيلها من تنزيل الصبيات حتى نفسها، إلا تكون في نفس المكان بالضبط في نفس الإحداثيات اللي احنا متفقين عليها. بداية ننزل حوالي تقريبا من 10 متر تقريبا الى 20 متر جزء من الصنقل اللي هو الرابط اللي بين الاساسي اللي بين العوامه وبين الصبيه. هذا يساعدك ايش في تثبيت العوامه في الماء بعد التنزيل. ليه وصلنا المكان نفسه وخلاص تاكدنا من الاحداثيه بالكابتن والفريق الكوري وتاكدنا ان خلاص احنا على الاحداثيه الصحيحه بالضبط، نقطع الحبل وتنزل الصبية كاملة ويظل الحبل الأساسي اللي عندنا. اختيار مراكز ارتكاز العوامات تم بناء على دراسات متأنية ودقيقة، بحيث تقدم الفائدة الشاملة في ضخ المعلومات البحرية التي تحتاجها حركة الملاحة البحرية، سواء التجارية منها أو العسكرية أو أنشطة الصيد البحري. وتنقسم العوامات الخمس إلى 3 رئيسية، الأولى في شمال حقل الشمال، والثانية شمال جزيرة حالول،
والثالثة جنوب محطة شراعوه. دوري إن شاء الله في هذه الرحلة أن أقوم بمساعدة الشباب من حيث حالة الطقس، أساساً نقوم بتركيز على حالة البحر. في تيارات بحرية داخل البحر تكون ممكن تكون فوق تيار معين، وتحت بخمسة متر أو ستة متر يتغير التيار، فلازم نكون محاسبين على هالشيء، وتنزيل البوية يكون في المكان المطلوب منا. تأسست ميدويل بال 2006، بلشنا بالأعمال صيانة الطرق، ومؤخرا اتجهنا مع الأرصاد الجوية، تعاوننا مع الشركة الكورية وتم التنسيق معهم، وشرحنا عن متطلبات الأرصاد واتفقنا وكانت حسب متطلباتهم. إن شاء الله عندنا خدمة مستقبلية راح نطرحها في الأجهزة الذكية، الأبل فون، أندرويد مثل السوني والسامسونج. ممكن يقدر يستفسر عن حالة البحر كل نص ساعة، رايح كل المعلومات تكون متوفرة في الجوال. تعتبر هذه العوامات عامل مساعدة هام في دقة الرصد البحري وفي التنبؤات المناخية، بخاصة أنها ترصد أحوال البحر وتقلباته عند كل نصف ساعة، ما يوفر معرفة دقيقة ومسبقة بحالته الحالية والمتوقعة. ويهدف المشروع إلى جمع المعطيات الجوية والزلزالية من جميع أنحاء قطر ومحيطها في الوقت المناسب. الحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستديو السيد أحمد عبد الله، مدير إدارة الأرصاد الجوية ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية. يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا، حياك الله يا أبو عبد الله. الله يحييك. مرحبا بك يا أبو عبد الله. أبو عبد الله، بعد تركيب العوامات هذه، نعم، ليش اخترتوا أماكنها اللي أنتم ركبتوها فيها؟ أعتقد في واحدة في الشمال وغيرها، نعم، من الأماكن. ليش اخترتوا الأماكن هذه بالذات، وشنو، نعم، فائدتها أصلا؟ طبعا إحنا اخترنا ثلاث مواقع البويات الرئيسية، نعم، واحدة في الشمال تقريبا في آخر الحدود دولة قطر مع الجمهورية الإيرانية، نعم، هاي بوية الشمال، والبوية الجنوبية اللي تكون عند جزيرة شراعوه، نعم، والثالثة راح تكون الله يسلمك في الاتجاه الشرقي من بعد حلول. طبعا احنا حاولنا نعمل مثل الحزام على دولة قطر، بما ان هذا هو الجزء الاكبر اللي هو الشمال، شمال شرق وجنوب، جنوب شرق، هو الجزء الاكبر اللي تتم فيه الانشطة البحرية، سواء كانت تجارية او صناعية او صيد او ترفيه او نزهات للناس مراكبهم الخاصة، فهنا اكثر النشاط. فكان احنا احتجنا ان احنا نعمل مثل هذا الحزام عشان نتحصل على المعلومات كل نصف ساعة، وربطها بالمركز الرئيسي بالأقمار الصناعية، بحيث نوفر معلومات لمستخدمي البحر من تحذير وتنبيه والأمور هذه. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. مشاهدين، عندنا فاصل قصير ونواصل بعد حوارنا مع السيد أحمد عبد الله، مدير إدارة الأرصاد الجوية ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية. ابقوا معنا.